أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم تسود أجواء ربيعية دافئة في عموم مناطق المملكة، تنخفض قليلا درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية. نبدأ نشاطنا بتوقعات جوية للعاصمة عمان. خلال نهار اليوم تسود أجواء كما ذكرنا ربيعية دافئة بشكل عام، درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام 27 درجة مئوية كحرارة عظمى المحسوسة 27. أيضا الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. عجلون 27 إلى 17، إربد 29 إلى 18، جرش 30 إلى 19، والمفرق 30 إلى 17، ما تفرق لبعض الغيوم. نذهب الآن للمنطقة الوسطى. البحر الميت طقس حار 35 إلى 26 درجة مئوية، مأدبة 29 إلى 17، البقاء 28 إلى 18، عمان 27 إلى 17، والزرقاء 30 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 16، طفيلة 27 إلى 18، الشوبك 26 إلى 16، معان 30 إلى 17، والعقبة 40 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 34 إلى 18، الصفاوي 34 إلى 17، ورويشت 36 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشاطنا، للقاء.